شو قال امبارحة طلعت من الحارة بالليل؟ اي والله عمي، رحت لعند الجماعة. رحت لعندهم؟ ليش ما عطيتني خبر؟ كنت خبرك وخبر رجال الحارة، بس كنت شوي مستعجل. ومين اللي بعتك لعندهم وشو بدهم؟ شهيرة خانم بعتت معي شوية مصاري للرجال لأن ناقصهم كذا شغلة. إذا هيك معلش، يعطيك العافية. بس يرضى عليك عمي، مرة تانية أعطينا خبر حتى ما يشغل بالنا عليك. لا عمي لا، الله لا يشغلك بال. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رحتي لعند ام بشير؟ ايه تقبرني، رحت لعندها وعرضت عليها المصاري بس ما قبلت. معلش امي معلش، خليكي لحقتيها والحق الكل. ماشي تقبرني. ايه والله اذا بحط كل ماليتي بدي خليهم كلهم يصرفوا حقهم عنك. ايه امي، حتى لو انجبرتي تبيعي الارض بيعيها وياخذوا كل مصرياتها، المهم انه يصفوا عني. ماشي تقبرني الا ما طالعك من الحبس. امي كيف وضعك؟ منيحه ومو منيحه. شلون يعني؟ وردة تغيرت، ما عادت مثل الاول. هي اللي قلعتني من البيت، هي وامها. قلعتي؟ ايه تقبرني قلعتني. اما شو تقليعها ما كانت لا على البال ولا على الخاطر. الله لا يوجه للخير. والولد اللي بطنه امي شو؟ الله يحميه، الله يحمي، الله يحمي منا ومن امه ومن اخوها. تيسري امي تيسري. يا ماما بس بدي احكي بك. كان بدك انت تنزل على السوق مشان تتبضع؟ انزل. بتعرف صبري، عم فكر هلا نحن ليش ما بنجيب مع القمايش كلفه خياطه، يعني خيطان وزرار وتنتنه وهدول الشغلات. وينك؟ والله الدكانه بتفرق كثير. ها اخي شو بدنا بهاي الشغله المعتاد؟ بعدين هاي القصه بدها تعطلنا شغلنا. ايه وليش لحتى تعطلنا شغلنا؟ بدنا نقصر على القماش. يا اخي هاي المهنه بحر، بعدين نحن ما بنفهم فيها. ايوه يعني برأيك شيل الفكرة من راسي؟ لا 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 تفكر فيها هلا، بس ما بنعرف شو بصير معنا لقدام، وسع شغلنا. اتركها على التيسير اخي. طيب مثل ما بدك، يلا رح اقوم روح على سوق الكرانة. سلام. سلام موفق. على حساباتي يا ام سليم، بنتك خلصت الخامس وفايتة بالسادس. طمنيني على الولد. وضعه كتير بديح وصحته ماشي حاله، وباذن الله باذن الله اذا الله ما خيب لي ظن رح تولد بعد 3 شهور ونص. يوه كتير 3 شهور ونص. على حسب حساباتنا بدها تولد قبل هيك. خدم لايتي ام سليم. بدنا نضل نعلم فيكم. لك يا اختي المراه البكريه بس تحبال بتخلص 9 اشهر كلهم على الاخير، بتختمهم يعني. فكريه ان شاء الله بتقومي بالسلامه تقبريني. الله يسلمك يا رب. وباذن الله اذا الله ما خيب لي ظن رح تجيبي صبي. صبي؟ وشو اللي بياكد لك انه صبي؟ شو ام سليم بدك تتعلمي سر الصنعه؟ ماشي رح اقول لك. المراه بس تكون حبله بصبي بتتباشع وعينيها بيجوروا وبيجي وحامة على حامض ومالح وبصل مقلي. ايه والله يا ام سعيد، انا وحامي كله اجى على الحامض والمالح والبصل المقلي. شفتي ام سليم؟ والمرأة بس تكون حبلة ببنت بتحلى وبتحلى وبتحلى وبيجي وحامة كله على حلو. وما تواخذيني فكرية يعني، ماني شايفتك حليانة بنوب بنوب. مزبوط كلامك، والله انا بنوب ما توحمت على الحلو. معناها رح يجي الصبي ان شاء الله يا رب. الله يسمع منك.
احلى طقم شاي لاحلى رجال حارة القصب والله حيو سمعت هيو هذا رجال كرم عم يشري يا مين تهليل وسهلي شكي يا جماعة تكي عدم المؤاخذة تعال هلا تعال شو اسمك انت؟ شو؟ ما عم نفهم عليك قول انت من جوا الشام لما من برا الشام فهمنا هذا اللي هي اخرس يا جماعة اخرس يا عدي اخرس اخي بعد اذن الكبارية تعال معي شوي لهلا فوت معي خذوا اطفال يلا يرضى عليك يا عدي عامل مين هو خبرنا عدي هلا بستنوا بالك عليه عدي ها اخوكي زعلان من ورده كتير ولو ياما ولو بدي روح لعنده اسمعي مني يا بنتي بلالك هالروحه ليش ما حملتيها كل هالقد اه ياما ما راح يساووا معي اكثر من اللي ساووا معي شو قليل اللي سووه معي؟ لا مانو قليل مانو قليل بنوم بس أنا بروحتي لعنده كون ريحت بالي وعملت واجبي تجاه رفيقتي ومرت أخي وابن أخي اللي ببطنه ولا نسيتي إنه وردة حامل والله ما بعرف شو بدي قلك مثل ما بدك بس أنا مالي حابب تلك هالروحة يا مو أنا من غير شي متوترة وقلقانة من هالروحة بس عم قول لحالي بلكي إذا رحت لعندهم بيروقوا علينا شوي وبيهدوا نارهم على أخي مظهر بلكي بيسامحوا خلص ساوي اللي بدك ياه الله معك تقبريني دعيلي يا مو دعيلي الرجال يا أم سعيد قد ما صار عمره بضل بيجيب أولاد بس الحرمة متى ما قطعت الأربعين ما بتعود بتحبط إيه بس مو كلهم يا خانو إيه لا مو كلهم بس يعني إلا ماشي وحدة تحبل وتجيب له ولد بس أم هاشم ما عادت جابت ولاد مو لأنها كبيرة ليش لكان يا خانو؟ لأنه بزمانها مرضت مرضى كتير كتير قوية وروحت ثلاث ولاد ورا بعضهم الله لا يحرم الضنا لحدا يا رب آمين خانم شو من شاني بدي اعرف وين جوزي وشو صار فيه اصبري يا ام سعيد اصبري ان شاء الله يكون بخير الحمد لله الحمد لله على كل شيء ام سعيد عم تروحي لبيت ام كداز وتطمني عليها وعلى الولد لا والله يا خانم ما عم بفضى روح ما بصير تتركيها يا ام سعيد ما بصير يعني بركي مخلوقه كانت مرضانه ولا محتاجة مصاري ولا بدها شي إن كان هي ولا الولد والله يا خانوم يلي صار ببنتي وموتت صغري شلشتني شلش ما عاد تعرفت حالي ما بصير يا أم سعيد بتتركي كل شغلك وبتروحي بتطمني عليها كل يوم أمرك يا خانوم لك يا عزيمة الحارة أنتي الله يرضى عليك إلهي والله لو عرفان بدك تستقبليني هذا الاستقبال وتسمعيني هذا الحكي لا كنت اجيت ولا كنت ورجيتك وشي وشلون بدك يعني استقبلك اخذك بالاحضان وانا قلبي مليان منك ومن اخوكي وقلكن عين تجوا لعنا وتفرجونا وشكم بعد كل يلي عملتوه معنا وردي مجنونه انتي مجنونه لك رفيقتك انا والله العظيم والله العظيم انه ما عندي علم بكل شي صار لك مثلي مثلك انتي رفيقتي وكذبتي عليه يعني ذنبك أكبر وما رح سامحك طول عمري لا أنت ولا أخوك ولا أمك أنتوا كذابين وغشاشين أنا هيك عم تحكي معي؟ أنا آسفة ما عنا قهوة نشربك عم تقلعيني يعني؟ ما
منيح اللي فهمتي. يلا نقلعي، ليش واقفة؟ نقلعي. رح نقلع، بس قبل بدي اقول لك انه نحن رفقات وعيب هذا الحكي يصير بيننا. انت عم تحكي عن معي واللي عمله اخوكي مو عيب؟ شوفوا حالكم بعدين شوفوا عيوب الناس. ماشي رح نشوف حالنا. خاطرك يا رفيقتي. لا بقى تفرجينا وشك بعد اليوم، عم تفهمي؟ دربي صد ما يرد لا انت ولا اهلك. صدقيني يا مو، صدقيني هي بتعرف انه اخوها شو عمل فينا وباهل الحاره وساكته. قال بتحبك. قال ليش عم تبكي؟ شو في؟ شو صاير؟ ما فيني شي، متضايقة وبدي فوت على بيتي. وقفي دقيقة فهمية، قولي لي شو في؟ شو صاير معك؟ إن شاء الله صبري، تعبانة كثير وماني قدرانة نحكي، بعدين بشوفك. لساتك متضايقة مني ما؟ ليش هي وقفت عليك وبس؟ ما كل العالم قلبوا ضدي. إذا رفيقتي اللي أكلت وشربت أنا وياها قلبت ضدي وما عاد وقفت جنبي. والله فهمية لا تحاكيني بهاي الطريقة، أقسم بربي إني ندمان. آسف، بعتذر على اللي قلت لك إياه. ماشي، تعبانة أنا هلا كتير، روحوا بعدين منحكي. يعني أنت مشان هيك ما رحتي على المعهد اليوم؟ إيه منشان هيك. طيب خلص، روحي على بيتك هلا وارتاحي، بس بالله لا تبكي. ايه خاطرك. ديري بالك، الله معي. كم مرة قلت لك بلالك هالروحة ما كنتي تسمعي مني؟ شرفي، شو نابك منا غير هزة البدن؟ ما توقع تواصلي مع لهون يا مو، نسياني كل شي بيني وبينها. وردة قبل ما تكون مرت أخي كانت رفيقتي، ومحي الله رفيقة، كانت مثل أختي. كم مرة قلت لك لا تنخدعي بالمظاهر؟ كم مرة قلت لك أهل الحارة ما بيحبونا؟ لك خلاص بقى، حاش تزعلي. 60 عمرها هي وأهلها. وهاين علي فيها يا مو، وهاين علي فيها. خلصنا تقبريني وحياة عينك، بس خلص أخوكي من حبل المجنقة. بدي حاسب كل نسوان الحارة، وأولهم سعاد وبنت وردة. ودي منك جيب لي كل الأخبار اللي برا. مثل شو بدك تعرف مصار بيه؟ كل أخبار الحارة. كلها؟ شو بتسمع شو بيصير؟ من طقطق لسلام عليكم. سيد، كل شي بحسابه. أيوة. بأمرك. بأمرك مصار بيه. خير يا أم هاشم؟ بدي أحكي معك بقصة. خير خير، شو في؟ بصراحة
صراحة اليوم اجت لعندي تضايق ام سعيد. ايه وكشفت علي وتبين معها انه شو يا ام هاشم احكي؟ انه ما عاد في رجا مني بالحبل ابو هاشم. شو هالحكي؟ بعرف هالشي حيزعلك بس ما فيني خبي عليك، لازم اقول لك لانه الكذب حرام. ما بيصير هالحكي، ما بيصير بنوب. اترك الامر لصاحب الامر ابو هاشم. يبعث لي حمى عليك يا كاملة. خير شبه كاملة؟ تعبانة كتير ابن عمي، كتير تعبانة. طب ليش ما خبرتيني؟ ما كنت عرفانة هيك، مفكرة انه لانها زعلانة على جوزها، ما كنت عرفانة انها تعبانة ومريضة هالقد. لك لازم تخبريني تبعتيني خبر حتى اجيب لها حكيم يشوفها. يوه شلون بدك تجيب لها حكيم وهي ماسكة عدين؟ يا ست الضرورات وبيها المحظورات، وشوفيها اذا كان حكيم شافها يعني. بعدي قدي انا. امي امي خلينا نشوفها امي. ابن عمي انا بزماناته مرضت مرضى كبيرة وانت بتتذكرها. ماشي ماشي فهمت فهمت. شو دخلها أم هاشم؟ هيك الله راد والمخلوقة جابت لي ولد، ولو ما مرضت مرضتها كانت جابت لي عرولة. بس شو بدي أعمل بحالي؟ أنا كتير بحب الأولاد، كتير بحب الأولاد. هذا هو بيت عدلي اللي كنت عنده بالقهوة. هلا انت شو بدك منه؟ وشلون بدك تتفاهم معه؟ لا اله الا الله. شو 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 لك شو عم تساوي هون؟ ليش تارك محرسك وجاي لهون؟ الله وكيلك، دبقني ساعتين بالمحرس لحتى فهمت شو بده مني. وشو بده منك؟ بده يعني يدله على بيت عدلي. ودليته؟ دليته سيدي. اسمع لك، رجع عن المحرس احسن ما يجوا جماعة الكراكون ويعملوا لك مزبطة فيها مسؤولية. ولا يهمك، راجع راجع. ربي يسر. سلام عليكم. لاحق لاحق. عمي هذا هو بيت عدلي، بدك شي مني؟ يلا السلام عليكم. يا على أنتي شو صاير بالحارة؟ شكلها أيمة الأيام يا أمو. يا ربي دخيلك تسترنا. مين عم دقلنا الباب هيك؟ ما بعرف يا عمو، روح افتح بس دير بالك على حالك. يلا. ايه جاي. جاي كسرت الباب جاي. هلا انت والاخراس؟ شو بدك عم تدق الباب شو بدك؟ لا حول ولا قوة الا بالله، هلكتني والله. ما عم بفهم عليك، قل لي شو بدك بالضبط؟ شو؟ جوعان بدك تاكل؟ يا ربي دخيلك، شو هالعلا هاي؟ انا من وين اجتني هالمصيبة؟ أكلك سم الكراتي إن شاء الله. خليك هون راجع لك. أهلاً
شو يا مو؟ شو القصة؟ مين كان على الباب؟ يا مو هذا واحد أخرس مع البركة، إجا على الحارة لهون وضيع أهله. هلا عم يدق الباب علينا بده ياكل لقمة. إيه شو بدنا نعمل له؟ شو بدنا نعمل له يا مو؟ بدنا نطعميه، نسوي لنا لقمة خلينا نطعميه يلا. إيه تكرم عيونك، فوتوا على غرفة الضيوف لبين ما جهز لكم السفرة. يلا ماشي ماشي. قومي يا مو. قومي نجهز له لقمة ليأكلوها. حاضر يا مو. بس والله رعبني من دقته القوية. لك يا بنتي أخوك عم يقول إنه أخرس، معناتها سمعه قليل، لهيك عم يدق بهالطريقة. يلا. وينك؟ اسمع شو بدي أقول لك. هلا بتفوت وراي، ما بدي أروى شيء. العالم نايمة. يلا تعفو. سكر الباب. عيشة لعيشينا نحنا بزمتي معيشة مثل الكلاب بس عايشين. نحنا نستاهل أكثر من هيك يا حامد. ليه مستاهل يعني؟ ما بيقولوا المسامح كريم أهل الحارة لهلا ما سامحونا ليش؟ لأنه اللي عملناه ما بتسامح عليه. بس معلم ما في حدا ما بيغلط، ما في حدا ما بيغلط. إذا غلطنا غير، غلطنا ما بينزل لا بميزان لا بقبان. معلم ما له ميزانه أنا ربان، كل واحد عامل شغله هلقد أدى بالتاني بالحارة يعني وعمل. خلاص حاجت عليك بقى، ضيقت لي خلاقي. لا معلم لا. داخلي. قوم سهرك لهلا، قوم فزنا قوم. مو جايني نوم معلم، مو جايني نوم. ايوه وبشو مشغول بالك؟ محروق قلبي انا اذا ما جبته لعامر يعيش معي، حينفطر قلبي. بسيطة بسيطة، قصة ابنك محلولة. قوم نام، بكرة عنا شغل كتير. قوم. حصة حصة وبقوم بنام. هلا بهالتكة بدك تقوم تنام، يلا لشوف. ماشي. تصبح على خير. خير؟ منين بده يجينا الخير وهالحارة القصب قاعدين ولا كأنه في شي ببالهم ونحن النار عم تاكل جواتنا؟ يا رب الجيزك افتح عينك. شبعت؟ صحتين وهنا. كون ما خليت شيء ما شاء الله تقول شهري لك مانك هالكي. صحتين. أكل وطعم هناك على عيني وراسي.
بس منامي يمكن لك صعب شوي. شو فاتح لك اوتيل انا؟ قوم عمي قوم يلا قوم 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 يلا. ما عندك مطرح تنام فيه غير هون؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نام عمي نام. نام وهي ضغطية جنبك. صباح الخير. سداد لقم سدد نار يلا دو سداد لقم سدد نار ادو سداد لقم سدد نار طرح بعده اسرع اسرع. قوم يا براي قوم 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 لك قوم هلكني طول الليل مش خيرك. قوم يلا بدي اروح على شغلي. شو بك كلها؟ ليش عم تخانق؟ اف ايوه اف شو ليكون ما عاجبك مثلا؟ اه 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 ايوه فياتك قلت لي لا تاخذني والله يا باشا بس انا بدي اروح على شغلي عدم المؤاخذه بعد اذنك طبعا. اه اه لك يوم تحرك خلصني شيء. اه 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 شلون شلون؟ روح انا؟ ايوه وانت يا عين امك بدك تضل هون انت؟ عجبتك النومه يعني؟ لك قوم بقى ولا قوم تنام ايامتك. شوف ولا انا امبارح نيمتك عندي قلت هذا زلمه درويش وعلى باب الله بس ايش كان بتعيدها مره ثانيه هدول العينتين بشيلهم بلافيهم دحايل فهمان لما لا. يلا قوم معي قوم يلا. جوعان ودايق؟ حبيبي يلا قوم هلا بالقهوة بطعميك أحلى صحن فول من عند ماجد. قوم معي يلا. ايه ايه فول وش كان بدك معه صحن تسقيه يلا لك الحقني مرك الله يفكع عينك انت. يلا قوم يلا. لا 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 لسا بتقلي بدنا نعمل عرس. لك شلون بدنا نعمل عرس وفي موتة بالحارة؟ لك معي يلا موتة بعدين. موتة أبو عامر. أبو عامر كبير الحارة هو اللي مات، وأبو جميل والشاب غريب، ولسا بتقولي نعمل عرس. بس الحي أبقى من الميت يا أبو سليم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لك أنت ما بدك تفهميها، ما بدك تفهمي علي. بس يا ابن عمي والله انا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لك حاجه بسبسي بقى حاجه بسبسي. قلت لك كل شيء بتاجل لبعد 40 ما بتفهمي؟ لك قد ما حكيت معك بدل راسك يابس. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وجرب وقال للناس ما
الحكم يا ناس. مرحبا مجيد. أنا أب حكمي. الله يرضى عليك، أنا بدي أفطر عندك، بدي كسر سفرة، الصحن فول غرق لي إياه بالزيت، وفواحد بصل لا تنسى. إيه تكرم عيونك. وشوية خس لأبو التعب. إيه تكرم. إيه. شو بدي إلا؟ إلي. إن شاء الله مرتاح بشغلك الجديد. كثير وحبيتها، لأنه هي شعلها واطلع وطفيها ونزيل. شعلها واطلع وطفيها ونزيل. يا سلام يا سلام. يلا تكرم عينك وعينه تكة وبيكون الله يكرمك. أنا أبو التعب. دغري رح نجيب لك خس. إيه. تكرم والله عم تتعب. إيه والله. تأكل فليفلة بحكمي؟ آه؟ فليفلة بالتا؟ إيه 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 وحدي. شو؟ شو أبو التعب؟ وضرورية روحتك على المعهد هلأ الكوردة؟ أنت حبلة ولازم تديري بالك على حالك وترتاحي قد ما بتقدري. يبعث لك الهنا يا نجاح. وكأنه روحتي على المعهد هلأ صارت متعبة ورح بتضرني وبتضر ابني. ايه متعبة لكان مو متعبة. كل النسوان بس تحبل بتلاقيهم طول نهارهم بالفرشة. أما أنت خزيت العين وما شاء الله ما بشوفك إلا عم تحركي من قرنة لقرنة. ايه صلي على النبي. ولا بدك يعني امرض والتحش بالفرشة؟ لا ايو بعيد الشر عنك. الله يحميك يا حق. إن شاء الله يا ما بتخلص هالسنة الدراسية وبتعدي بقى بتتفرغي لترباية ابنك. هيجي حلو مثلك يا وردة. أنا صار لازم أمشي، بتكون شي؟ الله يحميك يا وردة. خاطركم. الله معك يا مو، ديري بالك على حالك. إيه؟ ولا يهمك يا مو، مدعوك. الله يرضى عنك. بأمان الله. بتعرفي نجاح أنت معك لازم بهالفترة وخاصة أول فترة الحمل، لازم تدير بالها على حالك كثير، عشان صحة الولد. إيه صحيح مرت عمي، يعني قد إيه عمره للولد هلا؟ يعني بدك تقولي شباب كم يوم؟ ها؟ يلا الله يقومه بالسلامة يا حق. الله يسلمك وعبال عندك تقولي يا رب. شو بلاقيك عنا؟ طولتي كثير لطلعتي، ما؟ إلك زمان عم تستناني؟ يعني من لما صحيت وأنا عم استناكي. أكنست شي حجرة على أرض ديار؟ في ناقصك مشاكل، ما بدي أعمل لك مشكلة مع أمك. أي يلا اللي شو بدك، لأنه أنا مستعجلة وبدي روح على المعهد. بتقول لك إني بحبك، والله العظيم إني بحبك وبحبك كثير كمان. ها؟ وأكثر شي بحبك وقت تضحكي هيك. هي قبرني أنا. يعني بدك توصلني على المعهد؟ شو وصلك على المعهد؟ إيه وصلك على المعهد دراسي، تفضل وبرقص لك كمان إذا بدك. يلا اسمعني شو راح أحكي. هلأ راح جيب لك كأس شاي تشرب. ما بتتحرك من فوق لبين ما يجوا كبارية لحالة ونشوف وين بدنا نروح. عم تفهم شو عم حاكيك ولا ما عم تفهم؟ كتر خير الله. لك انا شو بعمل لي باب الصار؟ انا بحالي ماني عارف ايش بدي اساوي، لا حول ولا قوة الا بالله. يا ميلاني انا شر كلمة فهم معانيها. عمون المي نعمة يا ناس هالكلمة فهموا معانيها. مية الشمس ولاد الطيبة والله يزيدها ويحميها. تعال اشرب لك دمعة مي عبدي. سمر قراتي. المي نعمة يا ناس هالكلمة فهموا معانيها. الله يزيدها مية الشمس ويحميها. المي نعمة يا ناس عشان يا عطار. مرحبا سهري. اهلين والله. شو ان شاء الله وصلته لاخت البيت؟ طبعا. بس صبري وبعدين معك انت. اه وبعدين بقى يا اخي حل لها القصه بقى. روح اتجوزها، روح اتجوزها وخلص من السيره. انا احسنت اتجوزها وقلت لا. بعدين بتعرف شغله، هي مو رضيعه تتجوز. ايوه والله هي جديده بقى. ليش مرة ديانة تتجوز بقى أخي؟ قال ما بدها تتجوز وأخوها محبوس بالقلعة. إلا كان تضرب هي وأخوها. إيه؟
شباك مطيع وزل لك بليرة. لك صبري والله أنا بعرف إنه هي ما دخل بأخوها وما لها علاقة بشغله، بس ليش عم تدافع عنه بعد ما عرفت إنه هو السبب بقتل أبي؟ أخوها فيناك تقول لها شيء؟ يعني ما حق تدافع عنه. يا أخي ما معها حق، بس اللي عم قلك صبري اسمع من أخوك ولا لك يا بلا لك يا ترى معناها أنت اسمع من أخوك. أنا هي البنت بدي إياها. إيه؟ لكن خليك عم تلحقها. أكيد بدي الحقها لكن شوف. الله يجبر بخاطرك يا شهيرة خانم. دخيلك دخيلك تساعديني. انتي عم تطلبي مني شيء مستحيل يا ست عزمية، مستحيل يا خانم. اسمعيني انا. انتي اسمعيني يا ست عزمية، لازم تعرفي انه لا يمكن حدا يسقط حقه عن ابنك، ولازم تعرفي اذا انا استقبلتك ببيتي مو معناتها اني نسيت عمايلكم. المسامح كريم يا خانم. الله بس المسامح. يا شهيرة خانم انا قلبي عم يحترق على ابني اللي مالي غيره. دخيلك لا تربيني خايبة. أصلاً أنا استقبلتي لأنه المرحوم أبو عامر بعمره ما حدا دق بابه ورده حتى لو كان عدوه، وأنتي عدوتنا يا ست عزمي. وشغلة أني روح معك لبيت الست سعاد ولبيت المختار ما رح روح ومستحيل روح. يا شهيرة خانم اشربي قهوتك وتيسري على بيتك، نحن عنا أشغال كتيرة. وصلت معك انك تقلعيني من بيتك وانا قاصده الله وقاصدتك؟ انت اضطرتيني اعمل هيك لانه عملتك ما حدا بيتحملها. الله يسامحك يا شهيره خانم، كنت مفكرتك غير الكل. تفضلي من غير ما ترد ست عزميه. ايه بيصير خير. وخذي الباب بطريقك. يعني انقلع. فهميها مثل ما بدك. الله يرحمك يا أبو عامر ويسامحك. يعني لو قتلته وخلصت عليه ما كنت ريحتنا منه ومن جية أمه؟ دكتور أنا مشان هيك إجيت لعندك. طيب فيني أفهم ليش بدك تنزلي الولد؟ حاسة إنه الولد ميت ببطني. بس على علمي لساتك بأول حملك والولد لسه ما حلو يتحرك ببطنك. يا دكتور أنا دارسة تمريض وعندي خلفية عن هذا الموضوع، وأنا حاسة إنه الولد ميت مشان هيك أنا لازم نزله. طيب تفضلي خليني أفحص هيك وأتأكد إذا الولد فيه شيء أو لا. ما في داعي دكتور أنا متأكدة من كلامي. بس تنزيل الولد شيء خطير كتير وخطير عليكي أكتر. أنا بدي نزل الولد إذا مو بالطب بأي وسيلة تانية. ممكن نطع الدرج أو حط حجر على بطني أو حتى أكل سم، بس الولد لازم ينزل. ما بصير هالحكي يا مدام، ما بصير. دكتور أنا أجيت لعندك لحتى تساعدني. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب قديش عمره الولد؟ أقل من 40 يوم. متأكدة؟ إيه متأكدة. يا مدام أنت متأكدة إنه عمره الولد أقل من 40 يوم بس؟ ايه دكتور متأكدة. طيب انا رح نزلك الولد بس بشرط بدك تكتبي لي تعهد انه انت المسؤولة عن اي شيء بصير عليكي بعد الاجهاض. موافقة، اعطيني ورقة اكتبها. تفضلي هاي الورقة. هاي الورقة. بتمنى يا مدام تراجعي حالك قبل ما بلش اعطيك الدواء. منيح هيك؟ هذا اخر كلام عندي؟ اخر كلام. طيب أعطيكي إبرة تأثيرها شوي قوي، ببلش مفعولها بعد ساعتين ثلاثة وبعدها ببلش الإجهاض. تفضلي.
حليم والله طيب البطاطا المسلوقة. نحن طلعتنا من القلعة لازم نشتغل شغل جديد وللناس كلها. شو بدنا نشتغل عليها؟ بتعرف بعدين. بس يستر عرضك يستر عرضك، أنا بيتوب لله وبطلت اشتغل بالقلقلة معك. ها لا ما حنشتغل قلقلة. قال شو رح تشتغل؟ اسمع بدنا نشتغل شغل نظيف لا نأذي حدا ولا حدا يأذينا. شغلة نظيفة للسيدي، أنت بتعرف تشتغل هيك شغلة؟ أنت بتعرف إنه أنا بدي أدفع لك ليرات ذهب كتير مشان يسقطوا حقهم عنك أهله المختار اللي قتلته؟ بس سيدي أنا قتلته بأمرك. ولك خراس خراس لا ترفع صوتك. سيدي أنت قلت اللي قتله أنا رحت قتلته للزلمة. ولك يبعت له قصه لسانك فهم؟ أنت بدك تشتغل تحت إيدي كل عمرك، تعرف ليش؟ بس لأنه رح طالعك من القلعة براءة. شو براءة سيدي؟ لا إذا براءة رح ضل طول عمري خدامك، هيك اختلف الحكي، فرق كتير. لكان خلاص شآم طيف أحلام.